معلش بس انا كنت بقول لك يوم السبت ان لو انت عايز تتفرج على رياض محرز فتعالى اتفرج عليه يوم الثلاث قدام ليدز يونايتد. تقول لي كذب المنجمون اللي وصلوا، يقول لك لا 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 في فرق. انا عارف كده عشان خاطر مشجع سيتي بقالي فتره، وعارف كويس جدا ان اللعيب اللي بيلعبش معانا يوم السبت هيلعب في البوكسنج دي، ورياض كان بيتجهز النهارده لماتش ليدز يونايتد. وجاك جريليتش يا راجل، جاك جريليتش جاب جون يا راجل، لا اله الا الله، لا بجد والله لا اله الا الله يا معلم. وبعدين نقعد نبص كده، رحيم كاكا كان جاب جون وماشي كويس النهارده دكه، عشان تعرف بقى هو ده السيتي. فلما رياض يجي النهارده يجيب جون ويعمل اسيست ويكون طالع تاني افضل لاعب في اللقاء بعد كيفن دي بروين اللي سجل هدفين، لا تتفاجئ ابدا ان جيت لقيت رياض الاسبوع الجاي قاعد دكه. ده لو الفرقه ان شاء الله ما حصلهاش حاله اصابات بكورونا زي مانشستر يونايتد وزي توتنهام وزي اغلب الفرق اللي بدات العدوى ترجع تاني، وبدانا نشيل اللي هي ماتشات بتتاجل، وبدانا دلوقتي نخاف على مستقبل الدوري الانجليزي علشان خاطر كتر الاصابات دي، هنرجع نفتح ملف الايقاف وهنرجع نفتح ملف الجمهور وحاجات كتير بنتمنى ان احنا ما نرجعش نفتحها. ده احنا قاعدين نتكلم في ان سيتي كسب 7 النهارده وكان مرشح للزياده ضد فرقه زي ليدز يونايتد تحت اداره مارسيلو بليسيا. تخيل انت لما تدي لبليسيا 7 يا معلم، ده اخيك اكيد بيكهرب اللعيبه في اوضه اللبس حاليا. بس اللي فرق مع بيب جوارديولا ايه هو؟ هل تشكيل؟ هل تمركز بتاع اللعيبه؟ هل كانوا بيلعبوا 3 ولا كانوا بيلعبوا 4؟ بص عشان ما اضحكش عليك، ما حدش كان عارف جون ستونز بيلعب ايه. جون ستونز كان بيلعب باك ولا جون ستونز بيلعبوا 3 تحت، وزيلتشينكو بيلعب نص ملعب ولا بيلعب باك شمال، حدش كان فاهم اي حاجه لحد ما جه الهدف الاول في الدقيقه 7. قعدنا بس نقول كل الكلام التكتيكي ده ارميه، لان خلاص السيتي جابكم في الدقيقه 7، الماتش هيفتح، ليدز يونايتد هيهاجم والسيتي هيهاجم وهتبقى حفله يا معلم. وكلنا قاعدين في حاله اسبهلال يا باشا. رياض بيرفع اوفر بيسجله جاك جريليتش عشان جريليتش يجيب اول جول ليه بعد 13 ماتش مش جايب فيهم اجوان. لا 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 الله، ده شكلها فيها حفله حلوه النهارده عشان كيفن دي بروين يجي مسجل هدف جميل، الهدف الثالث في الدقيقه 32، وتقعد بقى سيتي شكله هيكمل الحفله. بس الشوط الاول بيخلص 3، سيتي شكلهم رحموا بليسيا، بيب جوارديولا تساهل مع بليسيا عشان الشوط الثاني يبدا رياض محرز ياخد واحده من ايكاي جندوجان اللي نزل مكان برناردو سيلفا وبيحطها في الجون، وهي ماشيه كده خبطت في رجل جونيور فيربو وغيرت اتجاهها. دي افضل حاجه عملها جونيور فيربو النهارده، افضل حاجه مساهمته في هدف رياض. بس بصراحه الكره كانت رايحه جميله جدا بعيد عن ميسلر. وبعد كده بنلاقي كيفن دي بروين راح عطى دانا جميله بقى، دي باشا قذيفه، دي قذيفه قذيفه زي القذيفه بتاع بلالي في المغرب كده، عطاها له في الثمانيات يا باشا علشان هي جميل والله، حلوه الخمسه، جميل الخمسه. في الفودن جاب جون واتلغى، مش عايزيننا 100 نوصل 6، بس ان شاء الله هنوصل 6 عشان خاطر جون ستونز يقرر ان هو انا بلعب باك صح، انا هطلع هاجم واعمل ادوار هجوميه. كره بتتلعب، بيصد ميسلر بياخدها ستونز، بيشوط ميسلر، بيصد بيشوط ستونز، بيسجل السادس. لابورتا ممكن تطلع تهاجم، احنا هنغير بقى وننزل ناس الايقاعي، يمكن ربنا يكرمه ويجيب جون من كره ركنيه. والواد فعلا اول ما نزل اول ركنيه راح جايبها، لا لا ده كل حاجه جايه النهارده يا باشا بالتوفيق. التوفيق جاي معانا النهارده عشان نكمل 500 هدف لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي في ال 207 ماتش تقريبا او 214 ماتش، وبيكون سبق السيد يورجن كلوب اللي حقق 500 هدف مع ليفربول في 234 ماتش. احنا مش جايين نتكلم في ارقام يا باشا بقدر ما احنا جايين نتكلم ان سيتي عمل ابداع النهارده، وبقدر ما احنا جايين نقول يا رب استرها والدوري ما يتوقفش بسبب ام الكورونا، عشان خاطر يعني القناه بدات تكبر. مش يوم ما القناه تبدا تكبر احنا نلاقي كل حاجه بدات تضيع، يعني ام افريقيا معرضه للتاجيل والالغاء، دوري انجليزي معرض ان هو يتاجل. ما يا جماعه لو كانوش 14000 اليوتيوب كله هتطلع عني فيها، ما ينفعش. اما لو القناه بتكسب فلوس كنت عملت فينا يا جماعه؟ نكمل بقى على خير، عيب اللي بيحصل ده يا جماعه. معلش احنا مش بنتكلم على سيتي عشان خاطر رياض محرز فقط، احنا بنتكلم على سيتي لان هذا الشخص اللي امامك مشجع لسيتي من 2015. انا من مشجعين القرار لسيتي، اما لو انت بقى من المشجعين اللي يعني الناس اللي بتفكر تشجع السيتي فعلا وسهلا بيك، وان شاء الله باذن الله كلنا نكبر مع بعض. واحنا بنكبر مع بعض نحاول ان احنا نعمل سبسكرايباتك، لايكاتك، شيراتك، شتيماتك، كومنتاتك، اباحاتك، زي ما انت عايز تعمل اعمل يا باشا. الحمد لله، الحمد لله عدت.